صبوني بزاف ديال الحوايج من هاني تا هاد الزحام والكواريد وهاد الشيء كامل. دابا لا بلاج دابا ما تلقاش شي بلاصه تجلس فيها ترتاح فيها. واط الله ما يعصبك اخويا، الا جيتي تدوي ما غاتسكتش. راه بزاف ديال الحوايج كاينين، كاين ترونسبور، كاين فلوس ما كايناش، الخدمه بزاف ديال الحوايج، بطاله اكشاريه، الخدمه ما كايناش، يعني الشباب كيحصل على الدبلومات والاجازه والو، الخدمه ما كايناش. اول حاجه بعدا خويا عليك عصبنا هنا في هذه البلاد، حنا كنضيعوا صراحه، كاينين دراري اللي هما مستوى كيعيشوا البطاله، انا دابا حنا كنخرجوا نقلبوا على لقمه ديال العيش، الناس دابا راه ضايعين بزاف ديال الحوايج هذه. حنا دابا المشكل اللي كنطالبوا الحكومه توفر لنا الشغل. الشوماج ما كايناش الخدمه، كاين اللي كيقلب على الخدمه شباب، كاين اللي عنده دبلومات اجازات وما خدامينش. تقريبا كلشي شفار لا سيتياسيون، يعني بنادم كاع واخا يقرا ما يتسناش من بنادم دوك المسؤولين اللي تيقولوا على راسهم مسؤولين. انا ما مسؤولين، ما كاين لا مسؤولين لا والو، واحد اللي مسؤول عنا هو الله سبحانه وتعالى. نايضه في هاد الشعب بزاف، واحد حاقر على الاخر، هذا الشيء اللي كاين اخو. المغرب الحمد لله راه زوين وكاينه الطبيعه مزيانه، ودابا البحر حنا كنعيشوا الاجواء ديال البحر الرومانسي، ولكن كنعانوا من واحد النسبه ديال الفقر، الناس كتضيع هنا صراحه. ديك الانتخابات وداك الشيء كلها تنديرها بحال شي فيلم، بحال شي مسرحيه كنتفرجوا فيها، غادي تجي واحد الوقيته معينه غادي تسالي صافي، غادي تبداو ثاني الازمه. حنا مولفين بالازمه. ترونسبور ديما اي بلاصه كتمشي لها كتلقى الزحام، يعني كنشوف الجامعات ولا سميتو الجهات ما دايراش الخدمه ديالها، يعني باش تعالج هذا المشكل ديال الزحام. كتمشي كتبغي تدخل الجهاز سميتو مثلا المخزن ولا شنو، كيقول لك الطول هاجي وهاجي، ما كايناش ديك الهضره، كاينه عندك اللعاقه والو، واخا ما عندكش اللعاقه ما عندي ما ندير لك. زبل بزاف وسط المدينه، يعني ما عرفتش واش من التربيه ديال الشاب ولا من المسؤولين ما دايرينش الخدمه ديالهم. حوايج اللي كيعصبوك في المغرب ادارات، مشي تجيب شي ورقه ماشي اداره، ماشي العصا، واش فوق يطلع لك من الحساسه، سبيطارات، سلام، اللي وصل شي واحد عندهم.